اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مع حلقه جديده من برنامج انت وطفلي. هو موضوع انيميا نقص الحديد. عنصر الحديد هو اكثر عنصر متوفر في القشره الارضيه، ورغم ذلك هو اكثر عنصر ناقص في الجسم. بقول لحضراتكم ان الموضوع ده مهم جدا جدا. زي ما حضراتكم عارفين الحديد ده بيدخل في تركيب مادة تسمى الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء، وكمان ده بيدخل في تصنيع بعض الانزيمات وبعض العناصر الكيميائية اللي موجودة في الجسم والمسؤولة عن حيوية ونشاط الجسم. في أسباب كتيرة تؤدي إلى أنيميا نقص الحديد. ممكن يكون كمية الحديد اللي الطفل بياخدها تبقى قليلة، وده طبعا بيبقى بسبب سوء التغذية، وبتظهر أكتر بسبب الأطفال اللي بيعتمدوا على الرضاعة الطبيعية، لأن زي ما حضراتكم عارفين إن الرضاعة الطبيعية أو لبن الأم بينقص فيه كمية الحديد ابتداء من الشهر الرابع. لذلك يجب على كل طبيب ويجب على كل ام ان هي تطلب من الطبيب ان هو يكتب لها حديد لو هي بترضع ابتداء من الشهر الرابع. طيب، اسباب اخرى ممكن يكون الاطفال بتشرب لبن بقري او لبن جاموسي، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين كميه اللبن دي او كميه الحديد اللي موجوده في اللبن بتبقى كميه قليله جدا، والكميه دي لا توفي باحتياجات الجسم، وبالتالي بتؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم. ممكن يكون بسبب نزيف، والنزيف ده ممكن يكون نزيف حاد أو مزمن، مشاكل في القناة الهضمية، ممكن يكون بسبب عسر الهضم، ممكن حضراتكم يكون كمان بسبب بعض الديدان زي الأنكليستوما، أو يكون برضو بسبب اللبن البقري. الأطفال اللي بتعتمد على اللبن البقري من الأول ده ممكن يؤدي لمشاكل كبيرة جدا. لذلك أنا أنصح وبركز وأستأذنكم يا ريت ما تدوش لبن بقري قبل سن سنتين، وتجاوزا ممكن نقول لغاية الساعة اللي احنا بنشوفها إن احنا ندي لبن بقري في سن سنة أو قبل سنة من العمر، وده بيؤدي لمشاكل خطيرة جدا جدا، ومن أهمها هو أنيميا نقص الحديد. في بعض الأمراض الأخرى اللي بتؤدي، أمراض كتيرة بتؤدي إلى الأنيميا. في أطفال ما بياكلوش كويس، ده بيؤدي إلى نقص عنصر الحديد اللي موجود في الأكل بتاعهم، ويؤدي لذلك إلى الأنيميا. بعض الأطفال حديث الولادة اللي مولودين والأطفال المنتسرين بيبقى مخزون الحديد عندهم في جسمهم قليل جدا، وبالتالي بيؤدي إن هم يكون عندهم أنيميا. وبعض السيدات بيعانوا من الأنيميا فترة الحمل، وكذلك بيودوا الأنيميا أو بيورثوا الأنيميا لأبنائهم. طيب، أنا أعرف إزاي الطفل ده عنده أنيميا؟ طبعا حضراتكم عارفين ان الانيميا دي من الحاجات الخطيره جدا اللي تخلي الطفل وشه شاحب، وطبعا الشحوب ده بيقلق اي حد، يقلق الاب ويقلق الام. وطبعا في بعض الحالات الطفل بيفقد الشهيه، وفقدان الشهيه حضراتكم نفسه يؤدي الى الانيميا. فالطفل يدخل في حلقه مفرغه، فقدان شهية يؤدي إلى الأنيميا، وأنيميا تؤدي إلى فقدان الشهية. في بعض الأطفال أو أكبر شوية في سن المدرسة عندهم صعوبة في التركيز وصعوبة في التعلم، عندهم صداع، عندهم ضعف في الاستيعاب، وده بسبب نقص نسبة الحديد في الدم أو ما يسمى بأنيميا نقص الحديد. في تحاليل معينة حضرتك
لما بتروحي للدكتور بيطلبها منك زي صورة الدم الكاملة، ومنها بعرف نوع من الأنيميا، لأن زي ما حضراتكم عارفين في أنواع كتيرة جدا جدا من الأنيميا، ولازم أشخص حالة الأنيميا كويس، وما ينفعش أعتمد على نسبة الهيموجلوبين فقط، لازم أنا بعمل صورة دم كاملة عشان أعرف أي نوع من الأنيميا اللي موجود عند الطفل. العلاج سهل وبسيط، وزي ما بنقول الوقاية خير من العلاج. التغذية كويسة، أبعد عن اللبن البقري أول سنة، أدي حديد من الأول خالص من الشهر الرابع، ونقطة مهمة جدا إن أنا ما ينفعش أدي حديد مع كالسيوم في نفس التوقيت لأنهم بيقللوا امتصاص الحديد. والأطفال اللي هم بياكلوا ممكن أنا بديلهم فيتامين سي، حاجة فيها فيتامين سي زي البرتقال، ممكن مع الوجبات خصوصا اللحوم، لأنها بتؤدي إلى امتصاص الحديد بصورة أفضل. العلاج في الحالات الخطيرة أو الحالات القليلة، علاج بيعتمد على مركبات ومصدرات الموجود بها الحديد، والعلاج متوفر. أهم شيء لازم ألتزم بالعلاج زي ما الدكتور بيوصفه، أديه لطفلي واعتمد هل هو العلاج بيتعاطى قبل الأكل أو بعد الأكل. أنا بدي مركبات الحديد بعد الأكل بساعة على أساس يحصل يبقى فيه امتصاص كويس للحديد. في حالات تانية خطيرة ممكن الهيموجلوبين يوصل لنسبة قليلة جدا جدا، وده ممكن يعمل مشاكل حضراتكم احنا في غنى عنها. انصحكم ان احنا نخلي بالنا من اطفالنا، لان اطفالنا هم عماد المستقبل. شكرا لكم، والى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم انت وطفلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.